طبعا هنا عندنا تطبيق تدريبي أنا حنديره في الدرسين اللي هم مفتاح المحبة والسراج المنير. طبعا خديت من درس مفتاح المحبة فقرة اللي هي الجنة دار نعيم وخلود لا يدخلها إلا المؤمنون، المحبة رباط قوي ينمي العلاقات الكريمة بين المؤمنين لبناء متين سليم للأسرة المسلمة. طبعا السعيدة أنا ضفتها هنا لأن عندي حاجة نبي نطلعها بها. قال لك هني أخرج من الموضوع السابق، طلع لي كلمة بها مد بالياء. ترى مع بعض ندور كلمة فيها مد بالياء. ها نعيم، برافو عليكم، نعيم فيها مد بالياء. علاش؟ لأن الحرف اللي قبلها عليه كسرة وهي عليها ياء. طبعا نسيت ما كتبتش الكسرة هنا. كلمة بها مد بالواو، نطلع كلمة بها مد بالواو. ها خلود هناك، خلود مد بالواو لأن الحرف اللي قبلها عليه ضمة وهي واو، ما فيش فوقها حركة. كلمة بها تنوين بالضم، ها رباط وقوي، الزوز عليهم تنوين بالضم. كلمة بها شدة، وين الشدة؟ ينمي والسعيدة. كلمة بها تاء مربوطة، عندي المسلمة الأسرة السعيدة الكريمة، هذه كلها تاء مربوطة. قلنا كيف نفرق التاء المربوطة عن التاء المفتوحة؟ ننطق التاء المربوطة تاء وهاء، لكن التاء المربوطة ننطقها تاء فقط. كلمة بها لام قمرية، وين اللام القمرية؟ ها الجنة، غراني ناسية يعني السكون ما كتبتهاش. والمؤمنون حتى هي لام قمرية. بقى نشوف اللي بعدها. كلمة بها لام شمسية، كلمة بها لام شمسية اللي هي السعيدة، السعيدة لام شمسية مش قمرية لأن ما فيش سكون فوق اللام والحرف اللي قبلها مشدد. نشوف الصفحة اللي بعدها. به هنا كلمة الإيذاء شو معناها؟ اختر، معنى اختر من بين الأقواس. كلمة الإيذاء شو معناها؟ الضرر ولا الخير ولا الفائدة. احنا نقول الإيذاء حاجة مضرة، إذا شو معنى الإيذاء؟ معناها الضرر. الأمان شن ضدها؟ معنى شن عكسها؟ عكسها الأمان، لما نحس بالأمان عكسها الضعف ولا الخوف ولا القوة، عكس الأمان الخوف. به الجملة المفيدة هي تعطي معنى ناقص ولا تام ولا متساوي. الجملة المفيدة تعطي معنى تام، مش احنا قلنا تام وكامل؟ تام. به الجملة المفيدة تنتهي بفاصلة ولا علامة استفهام ولا نقطة. الجملة المفيدة تنتهي ب النقطة. السؤال اللي بعده صل، معناها وصل. هنا عندي عمودين، العمود الأول في جمل والعمود الثاني في أنا بنختار هل هي جملة مفيدة أو غير مفيدة. الجنة دار، هل جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ جملة غير مفيدة لأني ما فهمتش الجنة دار شني. إذا هنا جملة غير مفيدة. المحبة رباط قوي، هنا فهمتني. المحبة رباط قوي، إذا هذه جملة مفيدة حنوصلها بجملة مفيدة. الجنة دار نعيم، دار نعيم جملة مفيدة لأني فهمت إن الجنة دار نعيم، مش زي هنا جنة دار بس. إذا هنا الجنة دار نعيم جملة مفيدة حنوصلها مع الجملة المفيدة. المحبة رباط، رباط شني؟ ما فهمتش. إذا المحبة رباط حنوصلها بجملة غير مفيدة. المحبة رباط قوي، هنا هي الجملة المفيدة. نجور السؤال اللي بعد أكمل. احنا تكلمنا الحصة اللي فاتت على الهمزة، وقلنا الهمزة تكتب فوق الألف وأحيانا تكتب تحت الألف. تكتب فوق الألف لو كانت الحركة متاعها ضمة ولا فتحة، وتكتب تحت الألف إذا كانت الحركة متاعها كسرة. بهمي أسس الكلمة هذه الهمزة انكتبت فوق الألف. هنا قال لك الهمزة شو موقعها من الألف؟ نقولها فوق الألف. علاش؟ لأنها مضمومة لأن الحركة متاعها ضمة. به أمر الهمزة فوق الألف برضو لأنها شني؟ الحركة متاعها فتحة لأنها مفتوحة. إذا نلاحظ أن الهمزة تحت الألف. علاش الهمزة تحت الألف؟ لأنها مكسورة، صار أسس الهمزة فوق الألف لأنها مضمومة، أمر الهمزة فوق الألف لأنها مفتوحة، وإذا الهمزة تحت الألف لأنها مكسورة.
نجي نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا رتب الكلمات وكون جملة مفيدة. هنا عندي كلمات مبعثرة، معناها مش مساوية، ما تكونليش جملة. دار الجنة نعيما، كون منها جملة مفيدة نفهمها. تا كيف نقول؟ برافو عليكم. الجنة دار نعيم، الجنة دار نعيم، كويس. الجملة اللي بعدها تدخل لا الجنة تؤمن حتى. طبعا هذه كلمة بعترة مشرتعة، يعني نبي نكون منها جملة مفيدة. ترى جربوا. أيوة برافو عليكم. لا تدخل الجنة حتى تؤمن. هنا هذه أنا فهمت معناها، هي جملة مفيدة ولازم ندير نقطة في نهاية الجملة المفيدة، نقطة في نهاية الجملة المفيدة، كويس. هنا صل، في حروف شمسية وعندي حروف قمرية وعندي حروف تلتصق بما بعدها وحروف لا تلتصق بما بعدها. ترى نطلع الحروف الشمسية، نضيف الألف واللام ونشوف هل هذا حرف شمسي ولا لا. هنا هل مثلا شوفوا حتى كلمة تبدأ بحرف العين، العنب، الغروب، الفلق، القيامة، هذه كلها حروف قمرية، إذا هذه حروف قمرية. ها حرف الصاء، الصيف، الضيف، الطائر، الظرف، هذه حروف شمسية، إذا هذه حروف شمسية وهذه حروف قمرية. حروف تلتصق بما بعدها في الكتابة، هل كان عندي حرف ألف نلصق بعد الحرف اللي بعدها؟ لا ما نلصقش، وحرف الدال ما يلصقش برضو. الحروف التي لا تلتصق اللي هي الألف والدال والذال والراء والزين والواو، دي احفظها. إذا هذه حروف لا تلتصق بما بعدها. إذا أما هي الحروف اللي تلتصق اللي هي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء وباقي الحروف. نجي للسؤال اللي بعده، رتب الجمل اللي تكون قصة. أنا نبي ندير قصة، يعني قصة نفهمها. كان في هنا في شيخ اسمه محمود وكان عنده 3 أولاد رباهم تربية حسنة وهما كانوا يحبوه ويسمعوا كلامه. ترى من الكلام اللي أنا قلت رتب جمل باش تكون قصة. ها جي نشوف أنا على السبورة ممكن نكتبهم. نكتبهم على السبورة. محمود شيخ، هذه الجملة الأولى، شيخ عجوز رباهم تربية حسنة له 3 أولاد ويسمعون كلامه، بعدين آخر جملة كانوا يحبونه. كويسة، من نبدأ القصة شوف نقول، نبدأ بمحمود شيخ عجوز، كويس. هذه أول جملة حنبدأ بها. وين بعدين شو باقي القصة؟ له 3 أولاد، هو كان لي 3 أولاد، إذا هذه هي الجملة الثانية، معناها محمود شيخ عجوز له 3 أولاد. خيرهم 3 أولاد، شو ندار لهم؟ رباهم تربية حسنة، إذا هذه الجملة الثالثة. إذا محمود شيخ عجوز له 3 أولاد رباهم تربية حسنة. خيرهم أولاد كانوا يحبونه، كانوا يحبوه، هذه الجملة الرابعة، ويسمعون كلامه، هذه الجملة الأخيرة. إذا هنا كونت قصة، محمود شيخ عجوز له 3 أولاد رباهم تربية حسنة كانوا يحبونه ويسمعون كلامه، هذه كونت بالشكل هذا قصة من الجمل المفيدة اللي مكتوبة قدامي على السبورة. كويس، نشوف اللي بعده. طبعا بنجاوب على الأجب عن الأسئلة. ما جزاء المؤمن؟ شو نقول نحن جزاء المؤمن؟ شنو هو؟ نكتب جزاء المؤمن الجنة وندير نقطة. ما مفتاح الجنة؟
مفتاح الجنة المحبة، ولا شو مفتاح الجنة؟ الإيمان مش المحبة. ما مفتاح الجنة؟ كيف نفتح، كيف نخش الجنة؟ لازم نكون مؤمن. إذا مفتاح الجنة الإيمان. ب وما مفتاح الإيمان؟ كان جاني سؤال، ما مفتاح الإيمان؟ مفتاح الإيمان المحبة، لكن مفتاح الجنة الإيمان. ب ما هي تحية الإسلام؟ نحي، قلنا أداة السؤال وعلامة الاستفهام. ما هي؟ نحيها. ما هي والنحي علامة الاستفهام. شن تولي تحية الإسلام؟ شن هي؟ برافو عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا كان يعبد الناس قبل الإسلام؟ كان يعبد الناس قبل الإسلام الأصنام. ما هو النبي الذي أتانا؟ نحي علامة الاستفهام وأداة السؤال. النبي الذي أتانا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا سمى الله نبيه محمدا؟ سمى الله نبيه محمدا تعظيما له. كويس، هذا تطبيق تدريبي لكم في الدرسين اللي هما مفتاح المحبة والسراج المنير.